بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان بجديد حلقه جديده. اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي ونرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات، لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حاجه عايز نتكلم فيها، فقره هنعملها بعد المباريات، مباريات الاهلي او مباريات الزمالك، يكون فيها تحليل للحالات التحكيميه وفقا لرؤيتنا اللي على قدنا خلال هذه المباراه النادي الاهلي والاسماعيلي. مباراه ادارها تحكيميا الكابتن محمد احمد الغندور وعلى تقنيه الفي ار طارق مجدي، واللي كل الاهلاويه عارفين مين هو طارق مجدي. طارق مجدي انتمائه يغلب عليه في اغلب ماتشاته، انتمائه بيخليه في اوقات يحسب ضربات جزاء على حساب النادي الاهلي ما فيهاش ضربات جزاء، يحسب يلغي ضربات جزاء او ما يحسبش ضربات جزاء للنادي الاهلي. هنروح للحالات بما يرضي الله، والله بما يرضي الله، لا فيها بقى اهلاوي ولا زملكاوي. الحاله الاولى كانت في الشوط الاول، بيرسي تاو ناحيه اليمين، هجمه مرتده او هجمه كان فيها نوع من انواع الخطوره. بيرسي تاو من ناحيه اليمين داخل منطقه الجزاء، اللاعب رقم 5 من نادي الاسماعيلي داخل عليه وحاطط ايديه الاثنين في ورا ظهره زي ما الصوره موضحه لحضراتكم. ايد اللاعب ورا ظهره، حط قبل ما تحكم، خلي اللاعب ده لاعب النادي الاهلي والكره جت في ايده، هتحسبها ايه؟ بس زي ما انت قلت، فاي قرار هتحكمها عليه او هتحسبه حط تيشيرت النادي الاهلي او تيشيرت نادي الزمالك مكان هذا اللاعب. طالما اللاعب ايده ورا ظهره، ايده ما كبرتش حجم جسمه والكره جت في ايده، الكره جت في ايده، على فكره الكره جت في ايد اللاعب، لكن هيودي ايده فين تاني؟ هو داخل عليك وحاطط ايده ورا ظهره، فانت لعبت الكوره فبيلف فجت في ايده. ضربه جزاء؟ لا، مش ضربه جزاء. اذا الحاله الاولى اللي جت لمسه يد على نادي الاسماعيلي ما كانش فيها ضربه جزاء على نادي الاسماعيلي، لان اللاعب ايديه ما كبرتش حجم الجسم وايديه وراها، يوديها فين تاني؟ الحاله الثانيه تدخل عنيف وقوي جدا يصل لدرجه الايذاء، لاعب الاسماعيلي نادي الفرج زي ما الصوره واضحه قدام حضرتك، مصطفى شوبير. الكوره واصله المستشفى، مصطفى شوبير بدري قوي، يعني مفيش فرصه للاعب انه يلحق الكوره، ومع هذا اللاعب عمل تدخل قوي جدا كان ممكن يصيب ركبه مصطفى شوبير، كان ممكن يصيب اللاعب بكسر او باي حاجه مؤذيه للاعب. هنا الحكم ادى انذار فاول على الاسماعيلي، بالرغم ان صفحات الزمالك عايزاها ضربه جزاء وعايزاها طرد على مصطفى شوبير، يعني مصطفى شوبير شاط الكوره قبل ما اللاعب يخش عليه بثانيه او ثانيتين، اللاعب دخل تاكلنج على مصطفى شوبير، دخل في ركبته وفي الفخذ اليمين بالنسبه لمصطفى شوبير، ومع هذا صفحات الزمالك عايزينها ضربه جزاء. الحكم ادى فاول لمصطفى شوبير وانذار. اعتقد ممكن الحاله دي كان ممكن توصل لدرجه الكارت الاحمر، ولكن بنسبه 30-40% ما يزيدش عن كده، وانا شايف ان قرار الحكم كان هو القرار الصح وهو الاكتفاء بالانذار للاعب نادر فرج بتدخله وتهوره على مصطفى شوبير. الحاله الثالثه هجمه واعده لنادي الاسماعيلي، رامي ربيعه خيرا فعل انه عطل الهجمه، لان اللاعب خلاص عمر الساعي لاعب الاسماعيلي رايح، مش هقول انفراد، ولكن فرصه تعتبر واعده ليست فرصه محققه، فرصه واعده. رامي ربيعه اضطر ان هو يعرقل اللاعب عمر الساعي في الشوط الاول، كان هجمه لنادي الاسماعيلي، خد انذار رامي ربيعه. هل الانذار ولا كارت احمر؟ الحاله اللي زي دي انذار. ليه انذار؟ لان اللاعب مش رايح لوحده منفرد، عمر الساعي مش رايح مواجه للمرمى او منفرد لوحده علشان تدي كارت احمر. لو رايح لوحده ومفيش حد بيجري قصاده من النادي الاهلي اقول لك كارت احمر، لكن زي ما اختار الحكم احمد الغندور اعطاء كارت اصفر لرامي ربيعه بسبب عرقله اللاعب في فرصه واعده وليس في فرصه محققه. الحاله الثالثه ضربه الجزاء، ضربه الجزاء اللي اثارت اللغط، هل هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟
للوهله الاولى وللوهله الثانيه لما تيجي تبص على الكوره في الاعاده الاولى والاعاده الثانيه ايه ده؟ ما فيهاش حاجه. الكوره ما فيهاش ضربه جزاء، ازاي احمد الغندور احتسب كوره زي دي ضربه جزاء؟ ولكن مع ثالث اعاده او اخر اعاده في الاعادات بتاعه المباراه هتلاقي ان سن الجزمه بتاع رامي ربيعه خبط في رجل اللاعب نادر فرج مهاجم نادي الاسماعيلي. رامي ربيعه رجله الشمال سن الجزمه بتاعته خبط في الكاحل بتاع رجل اللاعب الشمال اللي هو نادر فرج، الكاحل من فوق هتلاقي فيه خبطه كده، الخبطه دي مع الركبه في الفخذ من ورا بالنسبه لنادر فرج هتلاقي فيه تلاحم وفي احتكاك، اذا ضربه جزاء. طيب هل يستحق رامي ربيعه كارت احمر او يستحق انذار تاني وياخد كارت احمر؟ هل الفرصه اللاعب كان رايح وجهه كده للمرمى ولا رايح من الجنب؟ لا كان رايح من الجنب. هل اللاعب الكره كانت في رجليه ولا الكره بعيده عنه؟ بعيده عنه. اذا لا يوجد فيها لا فرصه واحده ولا فرصه محققه ولا تستحق الانذار، لان ضربه الجزاء عشان تدي فيها انذار يبقى اللاعب منع فرصه محققه. الكره ما كانتش فرصه محققه بالنسبه لي لاعب الاسماعيلي. وجهه نظري ضربه جزاء سليمه ولكن ما فيش انذار زي ما عمل الحكم، وما كانش يستحق رامي ربيعه اي انذار. الحاله الاخيره حاله محمد ناصر او محمد ناصر لاعب نادي الاسماعيلي. طبعا الكره في البدايه انتوني موديست لبسه فاول مش فاول، يعني الفاول في الاساس بتاع انتوني موديست مش فاول، ولكن انتوني موديست بشطارته بحرفنته قدر يلبس لاعب الاسماعيلي فاول في المنطقه دي. حكم ادى انذار للمره الاولى، ما كانش عشان خاطر الفاول، يعني الحكم احمد الغندور ما اداش انذار عشان خاطر الفاول، وادى انذار بسبب اعتراض اللاعب. زي ما الصور مبينه قدامكم في حاجتين عملهم اللاعب. اول مره لما راح يعمل له كده ويشوح في وشه، دي كانت المفروض الحكم لو عنده شخصيه قويه كان طلع الانذار الثاني كده انت بره، لكن الحكم ما اداش الانذار الثاني غير لما اتشتم، غير لما اتشتم. هو سمع الشتيمه من اللاعب، انت حكم معرعر، انت حكم مش عارف ايه، فراح الحكم مديله الانذار الثاني. بعدها راح اللاعب ضرب الحكم وزق ايد الحكم احمد الغندور. طب العقوبه ايه؟ العقوبه وفقا للائحه المسابقات والعقوبات ايقاف 8 مباريات. الاعتداء على الحكم، اعتداء جسماني، ايقاف 8 مباريات وقد تصل ل 8 شهور، بس هم لغوا موضوع ال 8 شهور وخلوها فقط 8 مباريات. ده بالنسبه لحالتنا التحكيميه لمباراه الاهلي والاسماعيلي. تعال نروح لكابتن شوبير اللي سال سؤال مهم جدا. ضربه الجزاء اللي اتحسبت لصالح نادي الاسماعيلي، شوف انا اهلاوي اهو واهلاوي يعني متشدد ومتعصب، ومع هذا بقول لك ضربه جزاء للنادي الاسماعيلي. السؤال لو كان ضربه الجزاء دي اتحسبت للنادي الاهلي، يا ليله ده كان يا ليله ويا ليله يا ليله رد على المستبد، والله كنا هنسمع فيها صياح وشياط وبكائيات ولطميات وعايزين يدوا الدوري للاهلي، اصل الاهلي ننوس الدوله، واصل الاهلي المدلل بتاع اتحاد الكوره، وعايزين حكام من الصين حكامنا معرعرين، والكلام التافه اللي انتوا بتسمعوه من قبل بعض الجماهير. من قبل بعض الجماهير. عهدناكم ان اي حالات تحكيميه فيها اي لغط هنطلع نقولها بما يرضي الله ووفقا لوجهه نظرنا. وارد اكون صح، وارد اكون غلط، انا مش هطلع اقول لك انا العلامه او الفتاي او او او. طيب. نادي الزمالك يا جماعه، بس قبل ما اتكلم على الزمالك، الكابتن شريف عبد المنعم. مين شريف عبد المنعم؟ نجم الاهلي السابق. كابتن شريف عبد المنعم المحلل بقناه النادي الاهلي، يعني بيطلع بياخد فلوس. وحتى لو ما بياخدش فلوس، بس انا عارف ان هو بياخد فلوس. وده حقه، مش عيب انك تاخد فلوس، ده شغل. وانا هشتغل ببلاش؟ انا بحب الاهلي وبعشق الاهلي، لكن لما هشتغل في النادي الاهلي ليه مرتب باخده زي اي شغلانه. كابتن شريف عبد المنعم الكل يعلم علم اليقين. البرنامج اللي معمول خصيصا لهدم النادي الاهلي واسقاط النادي الاهلي.
برنامج اللي بيطلع فيه الهجاص والكاذب ويطلعوا يبثوا سمومهم 24 ساعة ضد النادي الأهلي. حضرتك لو سألت أصغر مشجع أهلاوي في مصر لو عنده شهرين وبينطق هيقول لك والله الناس دي عالم لا مؤاخذة، ما ينفعش، الناس دي بتكره الأهلي كره العامة. فأنا مش عارف الأخ شريف عبد المنعم طالع في القناة دي يعمل إيه؟ وعامل مداخلة مع هذا الكذاب المدلس الكاره للنادي الأهلي ليه؟ حضرتك يا فندم بتقبض مرتب من قناة النادي الأهلي. إذا من المفترض إنك تحت أبسط حقوقي كمشجع، واخد بالك؟ يعني أنت مش، بصوا يا جماعة برضه عشان نبقى واضحين، كابتن شريف عبد المنعم مش فلتت عصره وأوانه في التحليل. مش فلتت عصره وأوانه في التحليل. ولكن احنا بنرتضي نسمعه عشان ده اهلاوي وقناة النادي الاهلي وقناتنا اولى من اي حد تاني. فحضرتك رايح في قناة كارهة للاهلي والبرنامج ده معمول خصيصا لهدم النادي الاهلي وراح تتكلم، هو انت ما تعرفش ان القناة دي 24 ساعة كلام سلب عن النادي الاهلي واختلاق مشاكل وازمات للنادي الاهلي؟ اتمنى الاخ شريف عبد المنعم لو مش محترم النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي يا فندم روح اشتغل في القناه دي والف مبروك عليك. ما هو انت مش هتقنعني انك بتعمل المداخلات دي لله في لله، مع المداخلات دي بفلوس. ما هو ما يبقاش فاتحين لك كرشينا وعمال تقبض مننا وتروح في نفس الوقت للي بيهد فينا وبيوقعنا ومنع عينه ويشوف الاهلي منهار في الارض انك تروح تقبض منه كمان وتعمل مداخلات مع هذا او هذه القناه. نادي الزمالك في سبوبه حلوه بتحصل. في سبوبة حلوة بتحصل. في ماتش نهائي أفريقيا من 3 سنين أو من سنتين، ماتش الوداد المغربي اللي اتعمل من مباراة واحدة واتلعب في الوداد واتظلمنا واتسرق الكاس أو البطولة، نادي الأهلي عمل رحلات للمغرب في هذا التوقيت، وكانت الرحلات نوعين، رحلة في نفس اليوم رايح جاي ب 14,000 جنيه، ورحلة 3 أيام و4 ليالي ب 18,500. والنادي الأهلي اتفق مع شركة سياحية تقسيط المبلغ على سنة لجماهير النادي الأهلي. طلع وقتها جمهور الزمالك يا كمية تريقة وسخرية وقلة، يعني مش عايز أقول قلة أدب. النهاردة نادي الزمالك إحدى الشركات السياحية عاملين رحلة للمغرب عشان ماتش الكونفدرالية، نفس الحكاية 4 أيام و3 ليالي بكام يا جماعة؟ الأهلي كان عاملها ب 18,000 جنيه، الزمالك عاملها بكام يا أخوالنا؟ قول لي كده لو سمحت، ب 40,000 جنيه. يا ترى إيه السبوبة الحلوة دي؟ إيه الحاجات والمحتاجات الجميلة دي؟ هل ينفع النهاردة نطلع بقلة أدبي وأقول مصلحة واتمسخر على جماهير الزمالك المحترمة؟ ما ينفعش. وده الفرق ما بيننا وما بينكم، ده الفرق ما بيننا وما بينكم. الأخ أحمد سليمان طالع مع مهيب عبد الهادي فتسأل سؤال، يا جماعة الفتنة لابد أن نوئدها في بدايتها، شناوي ولا شوبير؟ الاخ احمد سليمان حاول يراوغ وما يردش، فضل مهيب، عارفين مهيب بسمكته بغلاسته، فضل وراء لازم ترد. فقال لك والله شوبير يلعب، لكن لو الشناوي لعب يبقى مدرب الاهلي ما عندوش شخصيه وملوش في التدريب. هو حضرتك ايه دخلك في النادي الاهلي وانت مش عضو مجلس اداره في النادي المنافس؟ وانتوا يا جماعه مش قعدتوا مع بعض وبصتوا على راس بعض وانت حبيبنا واحنا حبيبك واللي بينا عيش وملح وما نتكلمش على بعض؟ حضرتك بتتكلم على مدرب النادي الاهلي بالصيغه دي وبالاسلوب ده ليه؟ انت مين؟ عضو مجلس اداره النادي المنافس. طيب بتتكلم ليه؟ ما تخليك في فرقتك، ده انت فرقتك بسم الله ما شاء الله التسريبات ايه على البحر، ايه على البحر ومحدش بيتكلم. ليه تتكلم عن النادي الاهلي؟ اتمنى كل واحد يحط لسانه جوه بقه وما تتكلمش عن النادي المنافس طالما عايزين تخلوا فيه روح رياضية ونبعد عن التعصب. شكرا.